السلام عليكم ورحمة الله، كراكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف صديقاتي الحبيبات. المهم بغيت بنا درت هدر للفطور، قلت والله غير نوريه لكم، على بالي بلي بزاف الناس يعرفوه. تشختوخة ولا تشكتوكة؟ أنا بصراحة نلغالها تشكتوكة، ملغالهاش تشختوخة. كاين اللي يقولوا تشختوخة وكاين اللي يقولوا تشكتوكة، كل واحد شي يقول. هذه أنا سميتها السلاكة، هذه تسلكني انايا نهار اللي يكون الزوج تاعي قاعد في الدار وما نوش بكري يفوتني الحال. نجيب هذا الخضره، بطاطا، البصل، طوماطيس، ثوم، ونجيب القرعه الخضراء، حنا نقولوا الكابويا خضراء، ونديرهم كاع مع بعض، ندير فيهم الزيت وندير فيهم التوابل بالخف يطيبوا. انا هذه هي سلاكتي، يعني يوم اللي نكون يا مقلقه في الفطور يا ما نوش بكري تكونش عندي حاجه تاع بالخف، يلقلي هذه اللي تسلكني. شويه خضره صحيه ومليحه، يعني خضره في خضره ماكش لحم. قلت نشاركها معكم، بالك كاين ناس ما يعرفوها، سبحان الله. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا قاع بخير على خير. الصيف، الحمان، والله لا الحمان هنا، يعني حتى هنا في امريكا كان بزاف ناس يحسبوا ما كاش حمان بزاف، حمان بزاف بزاف، يعني والله فوق ما تصوروا. كليماتيزور ضل شاعل 24 ساعة، وبرا ما تنجموش، يعني مرات والله ما تنجموش تقعدوا برا ولا تمشوا. هذا الصيف يبغي غير الدار. المهم راكم تشوفوا فيها كامل نقطع في الخضرة، قطعوها كاع كيما راهي. هنا بعد ما قطعنا كاع الخضره، انا شا عندي الملح والفلفل والكمون، نزيد لها شويه تاع كركم. كاين اللي ما يديش الكمون في هذا التشكتشوكه هذه، حنا نقول لها شطيطحه بالحق، يعني حنا في الدار جداتي وما وكاع يعني يقولوا شطيطحه، ولكن كل واحد شا يقول لها. انا بعد وقت نقول لها تشكتشوكه. المهم ندير فيها كاع هاد لي زيبيس اللي شتوهم، وندير فيها الزيت، ونخليها طيب على غرضها فوق الغاز، وندير شويه زبده غير باش يعني تطلق البنه وصايب. التشكتشوكة تاعي ها هي راهي طابت طيب بالخف. انا نبغي فيها شويه ماء، زوج تاعي ما يبغيش، يبغيها ناشفه، ما يبغيش فيها هذاك لاصوص هذيك تاع الماء، ويبغي فيها البيض. انا اللي غادي نقلع تاعي حقي، يعني نقلعه في طبسي ونخلي تاع الزوج تاعي، خلي على جهه غادي ندير له فيها البيض.
نديرو البيض كيما هكا ونخلوه، يعني مش غادي نخلطها، غادي نديرها كيما هكا ونغلق عليها ونخليهم يطيبوا، نخليهم تمن يطيبوا مليح. ان شاء الله نوريها لكم. التكتوكة ها هي، انا تاعي ها هي اللي بلا بيض، شوفوا كي تجي. انا تعجبني بزاف هاد الاكله ونبغيها وسهله بالخف تندير، يعني خصوصا للخدامات يعني اللي يخدموا هذا ما يلقى لهم. وها هي بالبيض، هذه تاع الزوج تاعي بالبيض، اكله يعني صيفيه ومليحه وما صحيه، يعني ما فيها لا لحم لا حتى حاجه. درت معاها شويه سلطه، حطيت اللبن، هذه اكله كاع كيما دارت تاع، حطيت هنايا سلطة فروي. هذا هو فطوري سامبل وصحي، وان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله ما تنسوش تدوا لي لايك وخلوا لي تعليقاتكم، واللي ما مشتركين في قناتي نتمنى يشتركوا ويدعموني، يدعموا اختكم يومية الجزائرية في امريكا. ايوا ما عليا، نقول لكم مع السلامه ودمتم في رعايه الله وحفظه.